بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم. معكم أبو اليمان من قناة تميز للشروحات. طبعا اليوم راح يكون موضوعنا بتعلق في عملية التصوير وبشكل احترافي على الجوال، وراح نوضح كيف إحنا ممكن نقوم بعملية التصوير والتقاط الصور من خلال الجوال، وكيف إحنا راح نقوم بإضافة بعض الظلال أو بعض الضباب على الصورة بحيث إنه تظهر الصورة معنا بطريقة جميلة وبطريقة أكثر احترافية. طبعا في البداية بنحتاج إنه يكون موجود عندنا على الجوال برنامج اسمه الأفتر فوكس، وهذا البرنامج راح تلاقي الرابط الخاص فيه داخل المدونة أسفل الفيديو. بعد ما تحمل التطبيق وتثبته على الجوال بتقوم بتشغيل البرنامج. طبعا راح يظهر لك الشاشة الرئيسية الخاصة في برنامج الأفتر فوكس. طبعا في عندنا بالأسفل ثلاث خيارات، الخيار الأول تيك فوتو، هذا الخيار بيمكننا من عملية التقاط الصور عن طريق الكاميرا الخاصة في الجوال من داخل هذا التطبيق. وفي عندنا الخيار الثاني اسمه سيلكت فروم ألبوم، هذا الخيار بمكنك من تحديد واختيار الصورة من داخل الجوال، طبعا الصورة بتكون موجودة بشكل مسبق. طبعا راح ندخل مباشرة على الخيار الأول تيك فوتو، وراح تشتغل معنا الكاميرا الخاصة في الجوال. طبعا أنت بتقوم بتصوير المشهد أو الصور اللي أنت حاب تستخدمها. أنا راح أقوم الآن بتصوير هذه الزهرة وهذه الوردة، وبعد هيك راح يعطينا البرنامج خيارين، إما بنقوم باختيار الخيار الأول التحديد اليدوي المانيوال، أو بنختار الخيار الثاني تحديد السمارت التحديد الذكي. راح نختار الخيار الأول المانيوال، ومباشرة البرنامج راح يظهر لنا الصورة اللي احنا قمنا بتصويرها. الآن راح نقوم بتضبيب كامل الصورة وفقط نترك الجزء الخاص في الوردة. طبعا بنختار من الأسفل خيار الفوكس، وبنقوم بتضليل الوردة باللون الأحمر مثل ما احنا شايفين. طبعا بتقوم كمان في وسط الوردة بتقوم كمان بعملية التضليل بشكل كامل، وبعد هيك بنختار من الأعلى خيار السهم اللي موجود في الأعلى على اليمين، ومباشرة البرنامج راح يقوم بعملية معالجة على الصورة ويعمل ضباب على كامل الصورة ويترك الجزء اللي احنا قمنا بعملية التضليل الخاصة. طبعا البرنامج بيوفر لنا بعض الخيارات الموجودة بالأسفل، منها خيار الفلتر. طبعا بإمكانك تختار أحد الفلاتر الموجودة بالأسفل وتقوم بتطبيقها على الصورة مثل ما احنا شايفين. وخلينا إخواني نجرب كمان على صورة ثانية، راح نقوم بعملية التضليل وبنضغط بالأعلى على خيار السهم اللي موجود بأعلى الشاشة. وانت كمان بامكانك تجرب هذا البرنامج على الصور الخاصه فيك. طبعا البرنامج فيه بعض الخصائص طبعا معروفه لدى الجميع، لكن هذه افضل ميزه رايناها موجوده داخل البرنامج. واخيرا اذا اعجبك الموضوع لا تنسى الاشتراك بالقناه، ولا تبخل علينا بالضغط على زر الاعجاب وانضم الى صفحتنا على الفيسبوك.